وأنا دب والآن ولله الحمد والشكر، وهذه نعمة من عند الله، أعتبرها نعمة من عند الله، ثم نتاجا لجهد. أنا أقول هي نتاج لجهد ساهم فيه الوالدان، ساهمت فيه أنا بجهد شخصي متواضع، ساهم فيه أيضا السادة الأساتذة. طبعا بالنسبة إذا تحدثنا عن الدكتورة فالسادة الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة رئيسا ومشرفة وأعضاء كلهم، وقد كنت أتشاور معهم طيلة تلك الفترة، ويمدونني بالنصائح وبالتوجيهات النافعة التي أنارت لي الطريق، ولا أزال أعتبرها تنير لي الطريق إلى حد الآن. جوابا على سؤالك أستاذة خديجة، لم تكن كاع ما كان عندي شي مرافق، كنت زعما في عبر كل مراحل دراستي من الابتدائي حتى الجامعي، بشكل عادي كنت أدرس وكأنني زعما تلميذ أو طالب عادي مع هؤلاء مع الأقران ديالي، فكان هذا يثير غضبهم، وكانوا إلى حد أنهم كانوا يوجهون لي عبارات تفيد الازدراء أو الإهانة. طبعا كشخص مثل في موقفي هذا شخص في موقفي هذا انا كنتصور زعما واحد الشخص موقف في نفس هذاك الموقف ديالي كان تيقول ايه وصافي ما عندي ما ندير انا غادي نرجع في حالي الدار ونسد عليا وما ندير والو، اش غادي نقضي كاع بشي دراسه. ولكن هذا لم يكن موقفي كما قلت لك سابقا. اشخاص كثيرون او تلاميذ في مثل موقفي انا ذاك كانوا كيقولوا راه خصني مرافق، خصني ندرس فيما يسمى بالاقسام الدامجه او غير ذلك، ولكنني لم اكن اجد اشكالا في برافو كريم، والله العظيم برافو، تحيه تقدير واجلال لك، الله يعطيك ما تمنى الى خديجه. لم اكن اجد اشكالا في الدراسه العاديه انا ذاك. جميل.